حضرتنا وفي معنا وقت، ولا حصلت النشرة أنا يمكن أجيب لك أنا كمان نبذة عنهم. واضح يا منار؟ أيوة أنا ولو بحضرك يا حتى دكتورة. يعني ولو حتى حاجة بسيطة يعني فاتتك المعلومة هذه. لا لا الحمد لله، بس طيب إن شاء الله نلحق إنك تشرحي لي إحنا هذا إن اللي شاء قلتي الله أنا عنه، بحاول إنه قدر ضروري الاستطاعة. جدا. هي جدا ضرورية، عساس كذا لو لا يعني ما قدرناش قد جبت لكم يعني اسم المادة واسم الموضوع اللي داخله، يعني على طول تدخل بس تعمل له جوجل بتطلع لك كل المعلومات، ما بتقدرش تتوه هنا وهنا. طيب نيجي أيوة على إن شاء الله. إن شاء الله. طيب هنا ايش في معك اللي هي يقول لك state of the art application of machine learning. طيب الابليكيشن الموجود بداخل الماشين ليرنينج بالضبط وين؟ خلينا شوية نستمتع عن او نتعرف وين الماشين ليرنينج موجودة بالضبط. في معك autonomous cars اللي هي السيارات التلقائية. شوف مثلا معك لو تجي بس تميز لي اوصف لي السيارتين هذه ايش فيها غير السيارات العادية. هذا بشكل قريب جدا هشوفه. طبعا هذا يسوق وفي معك قد يكون جنبه سواق او لا، بس ركز هذول الحركات ايش هي عن السيارة العادية. على فكرة وركز معي ركز قبل ما اقول لك ركز، ها شوف هذا كان ب 2011، احنا الان كم 2024، من 2011 24 كم قد لنا الان 13 سنة. تخيل هذه السيارة قبل 13 سنة ونحن عادنا ما شاء الله بدينا نستفيق. فنيفيدا هذه سميت نيفيدا، كان صنعت بشكل ليجالي يعني قانوني. خلاص ايش معنى قانوني؟ لانه مش كل المنتجات اللي تعملها ينصحوك انها تشتغل مباشرة، لا هم خايفين، لكن هذه اجتازت كل الامتحانات اللي حصلت لها فحصلوها ان احسن، حتى احسن من سواق اللي موجود بداخلها. لذلك اقول لك ليجال تمام for autonomous car to drive on a road، يعني بالطريق خلاص صرحت مصرحة فيها بجون 2011 تمام. هذه السيارة، وهذه السيارة في عام 2013 كان فيها فور ستيتس اللي نيفيدا وفلوريدا وكاليفورنيا، يعني في 4 دول انه اخذوا هذه السيارة. هذه كمان يقول لك ليجلايزد اوتوماتيك كار، يعني انهم قالوا خلاص اعتمدوها وصرحوا ان احنا ممكن ان احنا نستخدمها، لذلك هذه تسمى بينيز اوتوماتيك كار. طيب هذا اللي صور اللي بن فرانكلين راسينج تيت هذا اللي طور هذه السيارة. طيب انا الان وريتك يعني تخيل 2011 و2013 بسيارتين، بس ايش الان الاختلافات ما بين هذه السيارة والسيارة العادية اللي بتخليها تنطلق بدون ما يكون في سواق؟ حد يناقشني. ربما معدل الخطأ يا دكتورة هنا بالسنتين هذه بيكون في تطورات، سواء في النظام الموجود أو بالأجهزة، حتى السنسورز هذه والكاميرات. بالضبط برافو عليك، هذا واحد. وكمان طيب ايش الفرق ما بين هذه، ما هي الاشياء المساعدة لهذه السيارة بانها تنطلق عن السيارة العادية؟ نظام ملاحة ذاتي و ذاتية البقرة الحركة، ما فيها أي تدخل للبشر. ربما الأولى هذه كان فيها تدخل لآدمي، أما الثاني هذه ما أظنش. ممتاز، بس لو تركز انه فيها في معك الكاميرا صح ولا لا؟ وفي معك شبكة مرتبطة بالشبكة، ما هي مرتبطة الآن بالستلايت، لأنه يمكن أقول لك الآن الطريق كانت فاضية، معرفني بعدين الآن كيف بيكون حركة السير. حصل مثلا لا قدر الله صدع مثلا بالأرض، حصل تشقق، فهذه من اللي بيوافيني أول بأول. شوف السيفتي السلامة، بيقول لك السيفتي الأمان والسلامة اللي بالبداية هذه تحققها، لأنه الستلايت بيشوف لك. شوف لما نسوق يمكن اشوف قدامي يمكن على 10 متر 20 متر، لكن الساتلايت يجيب لك على كل الطريق، عندك الصورة موجودة. فبالتالي في معك هذه السنسورز الكاميرا، وفي معك كمان مرتبطة بالساتلايت، وكمان ايش اللي هنا؟ يمكن حقا صدمت، أو يعني الأمام اللي بالضبط أمامي. بالضبط، على اساس يحدد ايش السيارة اللي قد تكون قدامك، بحيث حتى لو كانت السيارة توقفت فجأة أنا أعمل حسابي. وحاجة ثانية ايشي انه في معك على الطريق ما يخش على الرصيف، هذا عن طريق السنسور. واضحة؟
واضح واضح او لا؟ ايوه طيب نعدي على الابليكيشن اللي بعده. شوفوا الان، تمام. شوفوا الان هذه السياره، في معك لادار، وفي معك الجي بي اس اللي بيتعامل مع الخريطه، وفي معك اوبستكل ديتكشن لادارس على اساس لو في بيتفحص الحاجات اللي قدامك، وفي معك ستيريو كاميراز على اساس ايش بالكاميرا هذه، بحيث لو في مثلا قدامك لائحه، اللائحه هذه تقول لك خفف السرعه، كانت ما ليش امس اليوم قد هلا وانا ما حطيتش بداخل القاعده، فبيجي يقرا لك اللوحه عن طريق الكاميرا ويخفف السرعه. هي من حالها قرات خفف السرعه، خفف السرعه، يعني شوفوها على اعلى مستوى. طبعا هذا انا قلت لك اللي ب 2011 ولا 2013. شوف كمان هذه ايش بتعمل لك، ليزر تريننج مابينج عن طريق الليزر. هنا مش عن طريق، يعني هنا التحسس مش، ما فيش ضروري انه بيكون الليزر. شفتم تقنية الرادار اللي بالخفاش اللي بيدي صورة وبيشوف لين بيوصل هل في انعكاس ولا ما فيش انعكاس؟ هنا كمان تشتغل بتقنية الليزر. يعني الآن في سيارة وبأكثر من تقنية، وإلى الآن التطويرات اللي جات واللي عاملة إلى الآن وإلى اللحظة انتبه عليها بهذه، يعني اللي تختلف من سيارة إلى سيارة أخرى. طيب تيجي تشوف كمان في معك أدابتيف فيجن على أساس تشوف الطريق، شوف كيف هو بالضبط كيف بيكون شكله. فما لو تتذكر، لو عاد احنا تكلمنا شوية على الإيميج بروسيسنج، سواء انتم بسنة ثالثة أو الآن اللي هم سنة رابعة، مش احنا تكلمنا عن ايميج بروسيسنج وقلنا مش ضروري كل المعلومات مو ضرورية؟ طيب هنا هل تلاقي، هل هذا منظر حقيقي؟ لا لا ايش اللي بعد منه؟ بعض المعالم صح؟ الجوان بالضبط بعض ايوه صح المعالم، يعني هذه الطريق شوفوا ببعض بعض المعالم اللي هي ماهيش ضرورية، فرحنا يعني بعض حاجات مش ضرورية نحن نقدر نبعدها، وهذا قلت لكم أحيانا مش كل الداتا نحتاجها مشان تسرع العملية. فبالتالي شوف هنا يقول لك learning from human drivers، هذه السيارة تعلمت من طريقة، شوفوا كيف المعدل، معدل سواقة الإنسان الطبيعي، فبتشوف كيف الإنسان الطبيعي بيسوق وتتعامل معه. طيب شوف كذا حتة، شوف هذه الصورة لهذه الطريق كيف بتمر. طيب ما هو فيه تشعب، لا شوف لو كانت خرجت من كذا غلط، لو كانت خرجت من هنا كمان غلط، المفروض على نفس الاتجاه بتمشي على هذه الخطوط، فبالتالي من اللي يوجهها؟ الأقمار الصناعية أو الصور اللي، أو عن طريق السنسورز أو عن طريق الرادار، بحيث تتوجه وعلى أساسها بيتم تحريك هذه الصورة وما تخرجش على الجوانب، بالذات لما يكون الحاجز هذا الجوانب حقه ما فيش حاجة عالية، كن بالأرض لأنه ما احنا في خط بالأرض، فهذا اللي على أساسه تم عمل أتومنسكر. طيب نيجي على كمان الأبليكيشن الثاني، الماشين ليرنينج، حاجة تسمى ديب ليرنينج. على فكرة اعملوا ببالكم، الديب ليرنينج هي عبارة عن نوع من أنواع الماشين ليرنينج، والماشين ليرنينج نوع من أنواع الذكاء الاصطناعي. فبالتالي التفرع الأول للماشين الذكاء الاصطناعي قد نقول ماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج نقدر نقول عنه انه في كمان داخله ديب ليرنينج، او نقدر نقول ماشين ليرنينج وديب ليرنينج الثنتين تحت الذكاء الاصطناعي. ايش الفرق ما بين ديب ليرنينج وماشين ليرنينج؟ حد يعلق؟ الديب ليرنينج اللي هو يتعلق بالأمراض هذه حق البشر ومدري إيش، طيب ها يعني والماشين ليرنينج جزء منها، الماشين ليرنينج أكثر من جزء يعني تتفرع أو ايش قصدك مثلا اكثر من جزء؟ يعني مثل ما قلنا الآن قبل قليل الأوتونوماس كار، ويعني في مثلا حاجات ثانية مثل الميتافيرس والحاجات هذه، يعني أشياء عديدة. ايوه هذا قصدك ديب ولا ماشين؟ هذا الماشين ليرنينج، والديب ليرنينج عبارة عن جزء منه أو لا؟ طيب اي هو جزء منها، اي نقدر نعتبر، ولكن بشكل اعمق، ولكن بشكل ادق، تمام؟ قد اسمه ديب، عميق، التعليم العميق، لو قلت الترجمة بالعربي ممتاز يا عبد الملك. لو جئنا يعني نميزها اكثر بتعتبر التعليم العميق. فزي ما قلت مثلا بالسيارة، السيارة انت هل في معك تعليم عميق ولا حاجة بسيطة وخلاص؟ يعني معك إشارة المرور اقرأها والبرامج،
هل في تعليم عميق بالموضوع؟ لا أبدا. لكن لما أجي أقول مثلا لشوف تشخيص مرض السرطان، هل مرض السرطان تشخيص واحد؟ هل له شكل واحد؟ لا لا، له أكثر أكثر، من حالة. فتعليمه يحتاج وقت وجهد أكبر ومختلف، وفي معامل في فاكتورز كثيرة مختلفة، لذلك استخدم الديب ليرنينج. تمام؟ أيوه فهنا يقول لك نستخدم الديب ليرنينج للهيدلاينز. طيب ليش قال الهيدلاينز؟ ايش معنى اول شيء هيدلاينز؟ العناوين الرئيسية. العناوين الرئيسية. شفت مثلا احيانا العناوين الرئيسية، مثلا لو انت معك الان مشغل نشرة الاخبار، مش تحصل كذا عناوين تجي لك كذا تتحرك، العناوين المتحركة، صح ولا لا؟ بالتلفزيون مثلا، أيوة. بالشاشة، مش تلاقي كذا يتحرك معك، هذا كنوع من انواع الهيدلاينز. او احيانا مثلا انت الان بتقرا بكتاب، انت تطلع بس العنوان الاساسي، مش كل الكتابة فقط اللي تحس انها اساسية، هذه نقدر نعملها هيدلاينز. فهل تعتقد انك تطلع المواضيع العميقة او المواضيع الاساسية من مجموعة كلام ساحل؟ لا أبدا. أبدا. يعني يمكن لو قرينا هذه ونقرأ هذه، من العنوان الأساسي؟ من قد يكون واحد، عنوان واحد مثلا اللي كتب هذا العنوان، أو قد يكون كلام زي كذا. طيب الهيدلاينز قد سهل، أنت بتحصل مشهد قد عنوان مباشر، لكن مثلا هذه قد يكون هذا العنوان المباشر، أو يكون اللي تحته، أو قد يكون هذا الهيدلاينز. فهنا صعب، هنا احنا نقدر نعرف الهيدلاينز عن طريق ما نقرأه ونحلله ونشوف الأهم، لكن هو كيف بيتعلم هذا الشيء؟